الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الفتوى التي اتخذتها وزارة الشؤون الدينية بغلق المساجد ومنع الجمعة والجماعات فتوى غير صحيحة وغير مؤسسة وغير مدلل عليها. وأنا للتاريخ وللأمانة أنا ما رانيش نشكك في النية تاع الفتوى أبدا. عندهم نيتهم باش يحافظوا على صحة الناس، هذاك رأيهم وموقفهم، أنا لا أشكك في النيات، وإنما اختلفت بيننا الاجتهادات. أيقول لي غلقت الجوامع حفاظا على صحة الناس؟ تقدروا تغلقوا الكازينات، تقدروا تغلقوا مقرات الدرك الوطني، تقدروا تغلقوا المستشفيات، هاي المستشفيات فيها الموت وفيها آلاف تاع الناس. صح ففكرة الحفاظ على الناس من خلال الغلق فكرة تسحق إلى تأني. ربي سبحانه قال: وأن طهر بيتي للطائفين والقائمين وركع السجود. وأن طهر، طهر، نعم، تطهير بيت الله. يا خويا خفتوا على المرضى، كاين آلة، آلة صغيرة تمدها اللجنة تاع الجامع، لما يجي داخل إنسان يصلي يشوفوا له الحمى تاعو، قال جوز خويا ولا راك مريض. صح كيما لما جات الطائرات، 75 طائرة حطت في مطار الجزائر، قاع دخلوا دايرينهم آلة، آلة، صابك ماشي مريض ادخل الجزائر. هذا صعيبة باش يديروها في الجوامع اللي عندهم لجان خاصة، أعطينه آلة توفرها له الدولة، لما إنسان يكون داخل المسجد يشوفوه قال خويا عندك حمى، يولي البيت ولا يروح يعالج. ولكن غلق بيت الله هكذا بحيث لا تكون هناك صلاة جماعة ولا صلاة جمعة لا يجوز. الإسلام حرم على المريض يروح للجامع، جيد، الضعيف اللي عنده عدوى ليخشى منه المرض أو يخشى عليه المرض، المرأة، الحامل، الأطفال الصغار، كل هذا جيد. أنا أدعو وزارة الشؤون الدينية باش يراجعوا الفتوى نتاعهم، يعاودوا يولوا للفتوى الأولى اللي يطلبوا بتعقيم المساجد وتطهيرها وليس بغلقها. اللهم إني أشهدك أني بريء من هذه الفتوى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.